ثلاثة كهونات، ثلاثة كهونات لسه. واخد بالك؟ فانت مفروض دلوقتي خلاص احنا بقى فاضل لنا قد ايه؟ ان احنا في شهر 4 اهو، في اخر شهر 4. ايوه. يعني فاضل لك شهر ونص على البطوله صح؟ مش بعد رمضان هي؟ ان شاء الله. طيب يعني انت فاضل لك 7 ايام على رمضان ولا 10 ايام؟ واخد بالك؟ يعني الوقت ضيق، فانت مفروض هتعمل معسكر دلوقتي. هتعمل معسكر بناء على ايه؟ ان انت اللعيبه اللي هتاخدها دي هي اللي هتبقى الركائز، لان مفيش وقت. تضحك على ايه؟ لا مفيش، كمل. مفيش وقت، انت عندك ماتش ولا ماتشين هتلعبوا موديين، فالماتشين دولت لازم تاخد اللعيبه اللي انت هتلعب بيها في البطوله عشان ياخدوا الاحساس من دلوقتي. صحيح. ولازم يبقى في جماهير، لازم يبقى في جماهير ما تقلش مثلا عن 30 40 الف في الماتشات الوديه عشان اللعيبه تبقى داخله عارفه واخده الاحساس. صح. واخد بالك؟ وتبدا تديهم من دلوقتي، يعني من يوم ما الدوري يقف تبدا تديهم فنياتك والتكتيك اللي انت هتلعب بيه والشكل اللي انت هتلعب بيه. يبقى انت شايف انه عناصر الخبره اللي في الاسماء اللي احنا قلنا عليها دي لازم تبقى. انا قلت وقلت عصام الحضري كمان. قلت عصام الحضري حتى لو هو مش هيبقى ضمن القايمه، بس لازم وجوده لازم للحراس. لا مش فاهم. يعني حتى لو هو مش هيلعب، ما هو انت معاك 3 حراس. لا ما تأيدوش، بس لازم يبقى متواجد، يبقى موجود مع ماشي. واحد بيجي مثلا يديهم ايه الاحساس بتاع الماتشات دي، ماشي، لان هو اكتر واحد عدى بالمراحل دي كلها. واخد بالك؟ ويبقى عارف من الاول ان هو بره القائمه، ان هو مش هيلعب. لا ما هو مش جاي، بس مش انت جاي. تعالى انت دي مصر بتناديك، تعالى اعمل مع جلسات مع الحراس اللي هم واخدينها. ماشي. واخد بالك؟ انما عبد الله، احمد فتحي، وليد سليمان، الناس دي هتتأيد. وتأييدها ان انت وقت لما تعوزها تلعبها. صحيح. عايزها من البدايه ماشي، عايزها بعد ربع ساعه من الشوط الثاني ماشي. واخد بالك؟ بس المهم عنصر الخبره ده لازم يبقى موجود. احنا كنا، بص يا ابراهيم، اول ما رحت نادي الزمالك ولما رحت النادي الاهلي، في ناس كانت بتبقى كبيره مبطله بس موجوده في الفرقه عشان ان هي دايما تلم الفرقه. أيه. تلم اللعيبه وتقول لك احنا بنلعب على بطوله. ودي حاجه مهمه جدا. ان انت في اهلي وفي زمالك، ان انت اول ما بتروح اي نادي منهم اول حاجه بيقولوا لك انت جاي نادي بطولات. تعالى نلعب لعبه حلوه، انا فاضل لي 5 دقايق. ماشي. هقول لك على اسماء الفرق اللي هيلعبها الاهلي واللي هيلعبها الزمالك واللي هيلعبها بيراميدز، وتقول لي توقعاتك ايه للنتائج بتاعتها. يلا بينا. يلا نبتدي بماتشات الاهلي. الاهلي والمصري بعد ماتش النهارده الاهلي يكسب. قول لي يكسب، يخسر، يتعادل. ما انا بقول لك بعد ماتش النهارده الاهلي يكسب. تعرف لو كان الزمالك كسب النهارده او كان الوضع اختلف. الاسماعيلي الاهلي يكسب. الزمالك جروس يبقى موجود ولا لا؟ على حسب جروس يبقى موجود ولا لا. لو جروس موجود هيخسر الزمالك. يخسر يعني الاهلي يكسب. لو جروس مش موجود تعادل. سموحة يكسب ولا؟ سموحة يكسب. الأهلي لما يلعب سموحة مين اللي يكسب؟ سموحة. يبقى الأهلي يخسر. إمبي هيكسب. الجيش هيكسب. نجوم هيكسب. مواليد العرب هيتعادل. يتعادل يبقى الماتشات إلا لو عملت النحاس مسك الاهلي. لا ما خلاص ده اتجدد لكام سنه. طب خلاص يعني؟ يبقى انت كده توقعات حضرتك للماتشات اللي جايه بالنسبه للنادي الاهلي. متشكرين يا شباب. يبقى الماتشات اللي انت قلت المصري الاهلي هيكسب، الزمالك، الاسماعيلي اللي قلت الاهلي هيكسب. بس انا قلت لك المصري بعد ماتش النهارده. ايوه ماشي، ما خلاص، ما احنا المصري يوم الخميس. لما اتكلمنا عن ماتش الزمالك قلت لي لو موجود جروس الاهلي يكسب، لو جروس مش موجود المباراه تبقى تعادل. يتعادل يكسب. يا يتعادل يا يخسر الاهلي. يخسر. سموحه قلت لي الاهلي هيخسر. حسن مش هيسيبه. ماشي. امبي مكسب، طلائع الجيش مكسب، النجوم كله مكسب بقى. المقاولين قلت لي يتعادل. يبقى انت المباراتين اللي انت تتوقع تعثر بالنسبه للنادي الاهلي فيهم هو مباراه سموحه والمقاولين العرب. ماشي كده. تعال نروح لماتشات الزمالك. الزمالك عنده الاسماعيلي. قول لي ماتش برضه يكسب. دجله تعادل. حرس الحدود هيكسب. الجونه هيكسب، والداخليه هيكسب، والانتاج هيكسب. الاهلي انت قلت لي خلاص. لو يبقى انت متوقع ماتش واحد بس ولا تعثر فيه قدام وادي دجله.
يخسر ولا يتعادل؟ يتعادل. يتعادل, يتعادل. ماشي. تعال نشوف بيراميدز. يلا المصري هيكسب. يكسب. ها هيكسب. المقص هيكسب. دجلة هيتعادل. يتعادل مع دجلة. نجوم وحرس هيكسبوا. حرس يكسبوا. طيب وانا لو جمعت لك التجميعة دي كده انا ممكن اجمعها لك والله. يبقى انت كده بتقول يكسب. يبقى ادي 3 في ماتش المصري و3 في ماتش الاسماعيلي, وقول هيبقى نقطة في ماتش الزمالك. ماشي انا بجيب لك. جميل. هجمع لك نقاط الاهلي ونقاط الزمالك وفقا وفقا لتوقعاتك. وصفر في ماتش سموحه, وثلاثة في امبي, وثلاثة في الجيش, وثلاثة في النجوم, وتعادل قدام المقاولين. خليك معايا عشان انا بليد في الحساب. ها يبقى ادي 3 و3 ونقطه و6 و3 ونقطه, يبقى 17 نقطه. والاهلي اوريدي معاه 58 و75. يبقى انت تجمعتك ديت 75 نقطه للاهلي. ماشي تعال نلعب نفس اللعبه في الزمالك. هتقولنا برضو الحاجة على الشاشة يا شباب مرة تانية لو سمحت, خليهم قدام الشاشة السادة المشاهدين. انت قلت لي احنا قلنا الاسماعيلي يكسب 3, قلت لي يتعادل دجلة, حرس الحدود قلت لي يكسب, والجونة يكسب, والداخلية يكسب, والانتاج يكسب, والاهلي قلنا يتعادل. صح كده؟ مركز معايا ولا رحت فين مني؟ انت بتحب ولا ايه؟ لا انا طيب 3 ادي كده 4, 1 2 3 4 ادي 12, ادي 6 و6 12, 12 ونقطة, يبقى 17 نقطة برضو. تجمعتك للزمالك 17 نقطة, والزمالك معاه النهاردة 60, يبقى 77 نقطة. تعال نجمع بقى لإيه؟ لبيراميدز. أنت قلت لي الماتش الوحيد اللي هيعطل فيه بيراميدز هيتعادل مع دجلة نقطة. يبقى المصري 3 والمقصة 3 دي كده 6, ودجلة دي كده 7. 7 و3 10 و3 13, يبقى تجمعته 76. 13 هتحطهم على 63, 76. يبقى وفقا لحسابات الكابتن, بس في نقطة ثانية واحدة بس, استنى بس, بس اقول النتيجة النهائية. وفقا لحسابات الكابتن رضا عبد العال ووفقا لتوقعاته, يبقى الزمالك يفوز ببطوله الدوري مع 77 نقطه. انت قلت توقعاتك, سيبني اقول النتيجه وبعدين بقول لي السنه. في حاله واحده سيبني اقول لو النتيجه. لو جروس كمل مفيش الكلام ده, سيبني اخلص بس وبعدين بقول اللي انت عايزه. يبقى وفقا للتوقعات دي الزمالك يبقى بطل الدوري ب 77 نقطه, يجي بعديه في المركز الثاني بيراميدز 76 نقطه, يجي بعديه في المركز الثالث الاهلي 75 نقطه. قول بقى انت عايز تقول ايه ملاحظاتك. لو جروس كمل الفتره اللي جايه دي مش هيكمل 70 بونت. مش هيكمل 70 بونت. متشكرين يا كابتن رضا. انما لو جه مدرب تاني انا بقول لك سهل جدا ان ياخد الدوري. كابتن رضا شرفتنا ونورتنا. حبيبي ربنا بشكرك حبيبي. شكرا جزيلا. انا اللي بشكرك ودايما متالق. ده انت اللي دايما متالق. حبيبي يا كابتن رضا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. دي كانت حلقتنا النهارده من نمبر 1. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا, وبشكر فريق العمل بالكامل. خليكم فاكرين ميعاد الحلقه وتوقعات الكابتن رضا عبد العال, عشان جايز محدش عارف يمكن نرجع لها سواء كده او كده. لا ترجع لها ان شاء الله ترجع لها. طيب صباح الالف خير. سلام عليكم.